اكتسبت العلاقات المصريه التونسيه زخما كبيرا خلال السنوات الاخيره عززته رغبه واراده سياسيه مشتركه لدفع تلك العلاقات لافاق ارحب التعاون الاقتصادي جاء على راس المجالات التي تنتظر نقله نوعيه في العلاقات الثنائيه تحت مظله المصالح المتبادله والمشتركه للبلدين مصير واحد وتعاون تاريخي قاد مصر وتونس لتحقيق تقارب شديد خلال السنوات الاخيره، تقارب ترجمته الزيارات المتبادله وعكسه حرص البلدين على نقل العلاقات بينهما لافاق ارحب. اراده جاده عززها وجود اليات مؤسسيه للتعاون الثنائي وابرزها اللجنه العليا المشتركه التي تاسست في شهر ابريل من عام 1988 للتنسيق والتشاور على صعيد مختلف في المجالات، فعلى الصعيد الاقتصادي توجد العديد من الاتفاقيات الموقعه بين مصر وتونس، أهمها اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين مصر والدول العربية، واتفاقية أغادير بين مصر وتونس والمغرب والأردن، وكذلك اتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر وتونس، فضلاً عن عدد من الاتفاقيات الأخرى مثل منع الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمار، والتعاون الاقتصادي، والتعاون العلمي والتكنولوجي. والتعاون الصناعي وبالأرقام تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 600 مليون دولار خلال عام 2021 وذلك وفقا للسفير التونسي في القاهرة وفي هذا الإطار تتمثل أهم الصادرات المصرية إلى تونس في المنتجات البترولية والأقمشة القطنية والسلع الغذائية والحديد والصلب فضلا عن الأجهزة الكهربائية والمصنوعات البلاستيكية والزجاجية بينما تتمثل اهم الصادرات التونسيه الى مصر في المنتجات الكيماويه ومستلزمات تصنيع السيارات والجرارات والمنتجات الورقيه والاجهزه الكهربائيه والمنتجات الخزفيه الى ذلك تمضي العلاقات المصريه التونسيه باراده سياسيه جاده وشراكه استراتيجيه قويه عنوانها المصالح المشتركه